تفقد نائب محافظ بني سويف مجمع مواقف السيارات ومحطات الوقود لمتابعة انتظام الخدمة بالمواقف والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي أعلنتها المحافظة. وأوضح نائب المحافظ أن التعريفة الجديدة للمواصلات تم خلالها مراعاة مجموعة من المعايير والأبعاد، منها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات وحساب نسبة الزيادة، ذلك تحقيقا للعدالة بما يحقق صالح الطرفين من السائقين والمواطنين.